ve xudî mazlûm dilovan belebîne taziz ve muhîn geştîne ek xalak ekonî iş bernâme saxlan be biştî ve qatanya ka vaxtî inşallah ev cara kudî em geştîne ek bernâme saxlan be heke xudî hesket vî bernâme he de mevandariya doktor Fawzî Tehsîn nujdar taybetmend nişter geriyet geçti doktor gelip xelatî ser çava استازی بله بینید عزیز بابت هم که خود حس کتی وی برنامه هدی سر فتق بیتن فتق کا فتق چیه از بابت فتق چنا نوع توی چنا انواع توی چنا و اعراض توی چنا و گشتی دی سر فتق آخرین حتی ام جهینه کام کش نکیره و که خود حس کت خلاکت به دا اگر برنامه ما بابت ما بدمایی نهاد ام دی خلاکت به تا دموهک اینین که خود حس کت بابت ما فتق دکتر هکم بهین صح کینه فتق چیه یعنی فتق یعنی احتمال نظره کو دی عالم صح کت نظره کو بشار صح کت بناس کی بدما کو فتق چیه و کو چاوی فتق هکم بیجی فتق یعنی تعريفها كبسيط ديني هر ده كي يكون بتي ضعيف بتن تشتكي دي بتا تدا او بتفتق نشرت عندها جا تجدي تا تدا نو تا تدا جي او تشتكي دي بس هر ده كي مثلا ام جا اي بحث فتقي من السر بشري دي بيجين منطقه اش سينجي داس بيت كاتن كود بن مع سر معي دي دا وي هستي حتى خطو تي جي داس نفي جي ورا او خر مهر منطقه كول تشد بتن احتمال عندك مرتق ديجيتين بس قال لك نادرا بس اف منطقه شاي ابي ناف سينجي ده حطت جاتنك حوضي هر فتحه كا ادخ بجني غشاي زكي ده پیدا بو بس غشاي داخلي نقص ما غشاي خارجي اي كو دور ما دور ريفي كاي شمي قوي تر هك ضعف فكت تدير ده هر سبب چه بتجي ان اعتبار كين فتق بس هند جارا عند احتمال مصطلحات تاين او دي تاين بس ابنان مهمه بجن كشنا او شنا او احتمالها طب تشتي بسيط ابات بزوني تشتكى يت عرض قدر كتي يعني ابخو ني طبيعيات غير ذلك دي اسباب موجوده احتمال قلق بن دكتور ام قصدت بي او كل منطقه اكو كل كير ديور بيتن او منطقه اكو خلوله بيت بيشكي ام او في اخفتنا او دي بيجيني او بتر تبجهن يعني خلوله بيتن يعني زكي دا بيت نفر بيكود ويوم بي منطقه ديور بيت عندها منطقه دي هنا ديور بيت زوني منطقه هين بيجني منطقه هاجم سحكي انا بك او تقريبا في منطقه شاعي ان شاء الله ندير رسمي دا يش هم يوب ترتيتن اول بنيه ان نجوين الهرنيا ونك ابديتن السر بمعنى جيدستفيجي بس سر دا دردا او شميو شاعي ترى يدي تين منطقة معيدة دا منطقة دور مدوري نوف كده بدرجة تودة يا تسي احتمالا يا معيدة تتن وأفتي يبدي خر تقريبا نادرا أمنشين خاصة أبا أبا بني بني ما رب تريد الجنكية تن نال الظلامي يا بجنة بن جهد اسنى بجوير دا أو تقريبا برا بتري يلد في جنكة هاي يعني دكتورة فتقة بهردو جنسات شد بجنك وظلام بلى هردو جنسات شد بتن وأسباب جد مختلفة هرك ديف جنسي مختلفة شيء ديف بس هكذا أم تشتكي دي بيجين شكو هيك دي بيشتن يعني هركس هيك أف أسباب تقريبا أم دي بيجين احتمال الدفنة جيب احتمال فتق شبتن شكو تا هي تاين فتق منطقة طا نورمالا كن يد البي أو غشاء يعني بحس كن صدري إيش سيجين داس بيجي حتى بني عندك منطقة يعني طبيعية كنن أت دي بيني أو كنا مون ومون دي فتق توري ذلك بتن هندك تهين دي قال ولادة شد هندك تهدي احتمال حتى معظم جيب دمينا هندك تهين بشتي معظم بس شنيد النفس يكون ده دار كابتن أو منطقة أو جيج ضعف فيها إش احتمال قالك نشاط مثلا زيادات كاتن أمهم وكم جهين أسباب تشتد بتفاصيل دكتور داف بتشيك أجي هاي تشتد تنشيك استثنائي بتشيك بتمعظم بت أهم تشت أسباب موجود بن بالدف هم يبقى يدا بتن وهكذا السحكة يجي بارابتر عمره و يعني عمره كي شبابه مثلا دي بيجين آن عمره كي احتمال أبد قالك شول و عامل و أو يعني متفاوته اشبر أسباب شكو متفاوته اشبر عندي عمره جي متفاوته دكتور هم سين سر أسبابه شنكو أما أسبابه احتمال سر براوستن كان سبب في شهافي فتقهات شيء بهن سر سبب چنا يعني أفها
که چندین سبب هر یکی دیوگوره شلویی آن عمرویی آن چیه؟ ام دی سر راستین سبب چیه دکتر عبادی؟ سبب رئیسیه یعنی ام بجنیش همیان مصدر که هر اسباب دیجی خرطین اتکبنا دن بی سببی و ضغط که اتزگی دا پتر لیتش حدی خوی طبیعی دبيني او هكا شو حد يدرك زك مثلا او غلاف غشايا بحس كان تحمل نكت بيني ديكم بتتوري دركه مثلا احتمال هاي تني سببك التينا بتكون ام جي بي نفت جراحي او مثلا عمليه كي ديبو كي احتمال دي فتق توري دركه بالنتيجه عمليه جراحي اذا مختلفش اسباب دي اخرى اما ابي دي بارا بتري بنصت هندينك وضغطك يزيدات بتن زكيده او وركتن كو اكون كبي معنى مصدر لبتن وتشتكي بجا شربي بتشتدد چتش اودیک بجنم دوم چتاته دا هر چتکه بتن مهم چتاته دا یعنی نتیجه بس چه اوج همیش چه نکودر رجایی کی ریویکا چوته دا احتمال گلک فتره کو دریج بیت حتا ریویکا حتا دمایه اخر تقریبا هم دی تفاصیل او بتر و کم کن انواع اشکا انواع دی فتقه نزان این کاری کی بو چو چتاته دا اسباب رئيسيه ديت فتق وكيم قدت اي رئيسيه وكما جدار خستيك و فتق جراحي يعني بيجين جراحه كذا عمليه كتن احتمال التهاب قد شنوي تشبتن انجيلونا تاجرتن ديبيني فتق بيرد ذلك اما اسباب دي اسباب جنس يعني ذكر يعني ميرو ميرو بربتري ظلمه تشبتن تكون جهدوي عضلي هذا اللي راسم بوش دكتور جهدي عضلي بتره يعني شول كرن شول كرن مثلا اخر ضغط كتن بتر مثلا الظلام عضلات تتوقي بترا يا جنكي جي قالك بس كانجي اتفترا حمله ده شكو او جهاد جهد موضوع جهديه بتر يا ضغط بلا ضغطك السكر تسر عندك عوامل دي تن علاقه جنسيه مثلا يا جنكي علاقه استروجيني وهيك هرمونك احتمالا مسؤول بدنش الرخاوته وي او في شويه بحس انا او او غشاءات كيف تصار زكي رخاوات المسؤول بشوي رخاواته احتمال اجبال هندي بتر الدافجين كوب حمله بيداد بتن احتمال هندي كديت هن اسباب تخلق بك من اشارات بيداي يا بي مفروض بك بجات عمرك اكون كبيتا جدا خاصه بحسي فتق نوف كيف كاين ام بو بربتر فتقيت بشكايه نوف كيم حتى دو صالي تيلي يعني ام بجنا بخدي تاجرتن اسباب خلقي يعني دي قال مرور الزمن دي تاجرتن بس انك تهن جنو انا جرتو مجبوري بيقف كي يعني بعمليه كجراحي دف بتشيكت شنو خد داد احتمال هي تو قال كابيني وكي احتمال يعني قال هندي تلمر ويدريش بالتقريبا دي ترص يعني دكتور بسر في ديار بت يعني احتمال شنو كاكو خد داد اسبوعك كيم تلاش اسبوعك احتمال نافك درد كافيتنش درد يعني چه سبب بوچی نافک درد که ویتن آن خلیک نداره چه پکت دیک او ویدی احتمال و بسیار اگر که احتمال شایل دف خدا اوشنی خودت دادن او بچیگه زانی مانی میگو تتمانی او نافک ام دی بحث مانی بارا پتر البچیگه یا نافک دی چه بدن نشرت احتمال او بن او دی هر پتره یعنی هر دمایی اول نک حوضی او شمی هر پتره بس هک اسباب دوی چنه احتمالا بچیکه که هشتا کن او کنات کو مثلا نافک بیبه نه هتی گرتن دو سالات تی تی گرتن از ایکش نقطه دی بوش گلک ده بارز بتن چونکو او بچیکه برابتره جنگا ده شیری دی ده شیری خونا ده ده اف شیری دیجی بتا سبب هنده غازاتش چی کردن بچی که جدی بنا زانتن دی کتگیری دی خوش دی نتن جبه دو غازات او دی کتن دی بتا سبب هنده ضغطا که ماستر الوی نوف که بتاکن ادر که بتن یعنی سبب شیر ندانا یا یعنی اف ایش از بابا یعنی احتمال ایکی دی های ما دی شیری خوش دیده دی که بس هر غازاتی تنگ بس بارا پتر یه دی او شیری طبعا هر اوه دی غازات چی کردن اگه او غازات چی کردن یعنی به نتیجه وقت بيجن دي بتسبب هندك واف ضغطل زكي دا زيادة بتن وفتقات يعني بيريد يعني ندانا شيري سلوشتيد بدا سبب فتقش ايش اسبابه ايش سبب ايش اسبابه بس نمباشر غير مباشر چكو او هكي هكي هاي شيري دي بدا تغازات چنه كت احتمال هاو چنه بتن بس بارابتر اسباب تغازات هم صغني شيري نسلوشتيا مثلا هندك ديو هاي مثلا از سبب كدي بزيادة ايش شول كتن عاملك زیاده دی شول کتن یعنی دی شول گران را کتن دی تشتکش حجم خوزه دی 5 کلو 6 کلو را کتن هر پیش بیچه دی ضغط کفته سر دو ماهیه دی یعنی به سبب هنده او کن کام بحثت که دی ماستر لیتن احتمال ایجی یعنی هنده جان بوده دی فتق یا سر معیده دی یا سر نافکه دی در که بتن او خوش می جای هاتی گرتن ویره بس یا وی بو چی چکو جهده که عضلی زیده صارف کر آن ضغطه که زیده الویره کر بو سبب هنده که در که بتن یادی مثلا
حتى مشي الموضوع قابز بوني هيك هاي مستمر ايش قال الاوديه هاي مثلا الجهاد السنبيجوي هاي تشفطر بتشاودي بالنار ايش تدس نبيجون هيك شو بده معنى قال خش دينتن هر دي ضغط زياده بتن ابيك شو هسوبها هيك دي هر موضوع بروستاتا مثلا الظلامي مثلا هيك السؤال مثلا دا قبوش هيد ظلام بترى ابيك شو اسباب ويا ظلام بترى تشكو بروستاتا بروستاتا ضخم البروستاتا دي بوشي بتن ابيك برا بترى دون عمر بتن يعني حفتي الصالوصه ضغطة يعني يا ما زنبونا بروستاتا ضغطت كيف ده صار؟ ضغطي ماني سر بديت كاتن دي خش دين جالس نبي جازراب قال داس نبي جازراب هر أبيه تو ضغطيت كيف وداس نبي جازراب در كابتن هر أبيه كو داس نبي جاستي در كابتن هر ضغطة كزيد أبو دي تأثير تشاور بهر دكت كذب داري خاتن دل في نفس وقت داد الجي فتقيج كاتن يا دي احتمال هيك هاي جوارا قالك كيشتن ومستمر بجاج بلي جوارم جوار السبب هيك ديا موضوع كوخكي كوخكي أو كوخو كوخو أبا هر أبا يعني دي كوختن هذا ضغط لك سيارك اوزرانت يعني اشتا جيجارا مش جيجارا جيجارا ماده كي تدهي بجني اوكسايد تشتاقي هو صار يعني احتمال انه بهن بيرا منها بتن او سببك او دي تراخوات بيختت او دي ده بيختت غشاي ده بتسبب اب يعني نظريات نشرته بس هكذا بي او جهه غير مباشر او جيجارات كيشتن هرید که خودن، او که که جاره کدید بیت سبب هندی کنه. نه دو سبب. ماده که نه فجوره داره بیت سبب رخواه پتر چیکتن. نه یک اکسایده که از خلن نبم. رخواه پتر چیکت. او سبب دوچی که که. یعنی التهاب و توش جاره کهش پتر که خودن. بله بله. یعنی اول بیت سبب فتقی. فتق. یعنی هکت تو بیجی که فتق دا سبب جاره احتمال قناعت بشه نبید. طبعا يعني دي بيشتن مثلا دي همي محاولات كت ايو جو طبعا جوارا كوش همي محاولات كت حيموات اخو بكتن نقمخو قانا دي بيشتن مقابل جوانا دي ما بس ناكو خو متشل منات ابخو نسبب او بس تو بكوخي او مادي دي جيك ايك شو از بابايا يعني هر ايش اكاتو فاكي ساريوي يا نقطة دوي يا سي جوارا تت تدويتنا جكوهن دين ما دياني كوتي نفسه إنه ده سبب عندكوا ضرر الهمي تقريبا جسمي مرويت كتن. بلى دكتور أمدي بلى بينات عزيز هكير أيك شو بسيارك هبتن شد بيواندي بكت هكير جمار السشاشة بهنا خارج شد بيواندي ما بكتن سلفي باباتي فتقه. بلى دكتور أمس به سبب دي أبد بحث. أسباب دي أباك قلوبت. قلوبين. زعيف يعني الزعيف تبيني نادرا ديته بس أبي قلوب. يعني مثلا هندي قالوا ترليتت هندي زكيو دي ماستر ليت هندي ده ضغط صار الفيغي شوي بترليت هندي دي بتر در كابتن شيء كي ديكو هيك ضعيف بدل نا معنى هيك بيت بيجي يعني ضعيف نويته شكو احتمال ابي قالا وجورونا كيش دي ضعيف اي جورات كيش يعني هاد اسباب متعدد انت ناش بيجي ابا جبر في لونش تي تني هاتيه هيك دي احمد كي مقولت هذا شو لاقي جيران ديكتن هيك دي هاي مثلا خاصه ابيت كليه ومشكله كليه هاي نو ابيت بوزكي و بجني دايلسس شو نو ابدي احتمال اوجي عندك مواد ابديت كان يعني تشن النوف في ابديت غشايدا رخوات تخنات دا ضعف كيف تاتي دا احتمال فتق در كابتن احتمال انواع دي ابيت عندك سوايلت مثلا ابيت ايشت او دي هين ايشت ميلوكي ايش ميلوكي هكا قال جشت حد كما تقدم احتمال اوفي مستمر دي ايتات زكيدا تشكوتش دي خين من تات او دي دا دي خين من تات ابريدت بيدا نادر كابتن اون جي نورد جرت ندتن يعني دي وليتن كو ضغطك از مزن او خين دي شليتن خنوم تات ويرد دي شلي دي كفتات اف سوائل جان بحث سوائل بجان تشكو سوخي نادر كابتن بس دي سوائل جي در كابتن سر حسابه هندی که خیلی گله کاما ناف ناف فیش و وریدی دا دیپت سبب این ضغطی وی گله مازا ام جنی اسایتس اولی دماهی ضغط اکید کتن کو بت سبب هندی رخواهد یعنی دکتر سبب گله کن سبب گله کن اش عمری جی وسط دیاره کو اش عمری بچیک جی احتمال سه چهار روزی جی حتی دماهی کا چند عمری دیار بی دکتر دماهی کا عمری یعنی عمری تزانی ام مگوته تا چه عمریت ممیز نین تو نشی بیجی بچیکی دیت، الوینات، الوینینا، یعنی نینا عمرک هم واکی هم بیجی نهای بس من تلویر انواع واکی تو تی انواع ما یه علاقاتی هایی پیه بچیک با و علا ابا تقریبا با تفاصیل تو بتره مثلا نوعی که فتقی ها ابا بگو فیس ابا بارو بتره اول بچیکاتی تو اگه مگوده تا ابا یا نافکی ها ساکی های کتو بینی و یا بلند بوی او فتقه ساکی ریدی که هاتیت ادا
اگر ایکش ایکش علامات توی سعی کرد سعی کنه افکی چلی هاتیه بلند بودی یا صور بودی بلند بودی صور وی معنای چیه معنای آر وی که هیچ حصری تدا التهاب یا گرتی یعنی اول بگف که هکت تو اس الله و نیزیک بدجی هکت تو دست خوب که این افکی وصیب ایشه یعنی هندی هند با اودی ما تدا مرا بچه که ما بدنج نبیده ما هر رابی نبیده جزایی چه مشکلیه و هندک دبیش نما فتق چنی نه پله گلک در همه کی دان نسر مثلا در همه هنگ دینار هاون در همه کاچ بون وقت دان نسر و گره دائمان هکبر ها بی گفت که موضوع ریوی کی ته دابتن اوی ته ریوی جی پیچ کرد نو وگ جی پیچ کرد یعنی قازم اوی مشکل حل نو بتن په حل چه دکتور پامونه به دلیل اینکه همه رو حد دین نسر و گره دان وگی تو نه انواعات نشه چه حل ابدانی حتی تو بیجی اوی 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 اف نوع عادی چه بت اف نوع چه نو بتن هيك تتين وعد الزون كيش كيش قاعد تعامل ايش قال كي نعم عرفت قاك محتاج عمليات نعرفت قاك اوي تو بيلي نهر يعني قازم هر اي كي تعاملك يا فرق بس شيادي تو قلبك اي بله بله بنات عزيز ام دي نو بركه كرت خد حسك دوار كرين ودي زفرينا بوبته خو ان شاء الله از جارا کدی صلاف بو همیو دکتر ام بهین سر بابت خوا ام از باب تقریبا ما اولی کرن گوتن من سر اعراضا یعنی نشانت به فتقه نشان چنا و چاو دیار بین کیو دیار بین جنکا ظلاما جنکا یکایا یا نینه گل بچیکا اما سر نشانت به فتقه ها چیه دکتر؟ نشان اعتماد دن سر نوعی چه نوعه اگه تو اویش طبعا تو هاريك نشي باش تطلع في نوع من الفتقة أبيا أبيا كاستاش تقرر ذاتا احتمال أقول جهند جال قال دكتوري جاب زحمته فريكا سونري فريكا الشيعة واتش تقرر هذا تبظني بش نوع هند جال هارتو نظاني هند جال إلا تبكي تبظني يلا جا فتقة قصد عمليات كشن فتقة نظاني شنوعة يعني بس عام أم دي بيجين هكرتو داتو بتر يعني أم جالك نوبدانات شنا قاري تو فتقة دي تقسيمي سي أو ديوكي بنسبة أعراض عن بيجين كان بيجين يعني علامات اللي بيداد بن نوع فتق ذابة بن يذبابة بن يذبابة يتواعدكو أم بيجين فتقاكو تشبه يجور أفاد عرضتو مختلفا يا تشبه يجور دبيني مثلا عردك جسمي بيا المنطقة كوية منطقة بيقا بالتصيل إذا ديار كرين هر منطقة كشوانا احتمالا دبيني كتلاكة يعني يوم أظن بوش جسمي تاي زيادة تلات وظاني أبا فتقة بس چه وی تقراری نده بیشه بو چون احتماله تو به فرق کیش هندک ایش دی مثلا یکی کیس احتماله شو به فتقه کیس فرقی اویش او دی فتقه چیه هر دونی زی که یکیم شکلی ده ها پس کیس بسر به یعنی دی بینی یا دی فتق یاش نفظ کی دهاتی سعکی هکه تو سعکی کتله نه او هر بمیه کتله نه اف کتله دی چه پتر دیار کن او دیف او دیه دیف نوعیه ایک شوانا مثلا احتماله وکیت کخ دی لوتر دیار کت احتمال اینکه نکو خود همون چی دیار کوخینی مصلحته احتمال اینکه دبری بچه دشینی دیار کرد احتمال اینکه ده دست خود تو دانی سر دکتر دیدن دست سر نبیشتی کاب کو خود جارگا دیده فرد در کفته وای کی یک چت جیو خدا و در کفتن چگو آوا یعنی تو یا یعنی موضوع فتقه کی سکت چید بتن کی سکت چید به دور من دوری ابدیه یعنی اف کی سخرش داخل زکیتتن و دی چل گل خود تیتن دیتن چت تشت کتا یعنی کتا تعداد این دیال خود نه ریویک بود یعنی حسش که احدا جا میزدان خود تیتن ریویک تیتن احتمال سوائل تیتن احتمال ام نظانین بس هندی یعنی یا کم بتن و تشتک بتا تیدا ام وی جاوید فرق که این ابه مثلا ابه سعکه ابه وی گفت که وها اوات بین وها سری دا او ایپی گاستری که ام بیجن ابه و سر معیده ایدا اوات بنده ابه ناف که احتمال ابه بنده درده هکه بین مگوتی منطقه حوضی تیتن أبد بند أبد بارابتري أم جالك كاتبينن أبد فتقة جراحينا وبين هردو فتقة أبد أولينا هردو كني ذاك الويل أبد خاصة عمليات الجراحية يعني نساء الويل جالك تينا كرنا أم بيجن فتقة جراحية جالك ويرد تتجرن بس نما عنا ويا والبير بتني هر عردك يعني ضعف كده تدل ويرد أو فتقة اللي بيدا بتن ويها الجلد هيك تسحكي هي بها بيقف كي أو ريفيكا بتشكيات يتدا او ريفيكا بيتشيك ساكي او ريفيكا جالك خطر ابا محتاج عمليات هنديش تبيت زي بس تشي هكرت انا برجور شخو هكرت برجور او ريفيكا او اشاره السهمي
او بگاف کی ریویو کا بچی کی ویر ہے کہ سایہ میزدان کے رغبہ و میزدان کا رغبہ چہ دست نو جزلا احتمال او بدات دو احتمال تو چی او فکر فکر نو الخرت رب او دو ہتت دو احتمال گلا جمعی فکری اما نو ہے کی سک چت بتن ہما او میزدان کی ابیا او کیسا یعنی دیوارے کی بھی کی او گلا خطر دست نو جز کی احتمال زیتر بہ احتمال دی ہما دی ہر بیشت اس ہر چمہ دست او او شو التهابات نو علاج کی دمو در کی احتمال فتقل گل بجان دی گوی بحث وکن اویتو شی بزفرینی چ علامات انا ایک شونا مگود کتلک دی پیدا بتن دو احتمال پیچ کی بیشتن بس نگلک ایشان چکا گلک ایشان دشت بنوع دی به سه احتمال اوید بشت وکی اپ ریوت چمان وکی اس کخم دی بینی پیدا بت وکی اس نگخم چ تجربه و یعنی چ مشکل گلینه اوا نوع ای کی و اوا بیجن کیمترین خطورات یا سر بنوع افت قی های و احتمال وکی گوتی همانا سا خوب تجور بشتم گلا نسخت دادت من بشتم از سوق دقیق مت تجور جاره کدی از پری بچم ده دقیقه چه دی یعنی جاره کدی تاخر یعنی احتمالات وکی از بری به برنامج می یک چیکر بو یعنی میگوت حال مسئله تا و یعنی ایوب خوجی هک تو سایک ایگلک علامات ده و نید جگار کشانی و دیا اسباب گل دستگاه نمونه بیت اسباب هبن معقول نه یکی بیت و بی اسباب بتن احتمالات جگاره احتمالات دیا ایوب خو یعنی جامیرید گوت از خود دست خود به مجورت تش دروه بس هند دجارات نه تو نشی خوب بگیری هک جو هاتو اول عرضه کی بو ساک ابیکش اب ایشانه طبعا ایشانه کا زیده ایشانه هک اب ایشانه چو اوت ست نوعی سیدو اب نوبت نوعی کی اب گای بحث کین نوع دوی ام بیجین اوا اوا کو تو نشی به جور به کاک حمید هک ویدو رقم 2 هک حاضر بیت آن یا دو نشان پتر دیت دهین أبا ساكي أبا أبد أبا ساكي أنا إيشان همي زكي خردت خرا خرا ما أنا أول ريفيكا ريفيكا جا عصاب الجال قال ريفيكت أهدو ألتته يعني أبا تقريبا مشتد نوع دويدة ساكي بري يا صور بوي أفت قلبني ساكي يا صور بوي يعني إيك شي يودي مختلفة نهم يا دي إيك تعامل إيجال أبي أبدي دونت بيقفكي أبا يكو قويش دونت دو ضغط يعني أو محاولي بيت الضغط الزكي ويجالك أو محاولي خد كتن ساکی خود گفته ناو فندجار کیره است ناو ملابوچ افت شدن ایشان چه دویل دکتر؟ طبعا من عصبن اف عصب رقم نه هم دیجینه هکی او ریوی که مسئول جی چود وی فتقی دا دید دویل ایشان دکتر وی آخفتنا ها یعنی بتر توضیح حکی بده احتمالا بیشتن فتقی رزی که منو ملمت ایشد اما چه علاقت بگ بانینا؟ علاقت بگ بهای یا نه؟ نفسی زرافی نفسی زرافی بگی زراف التهاب گرد زراف الکی بده ناف ملیشن أبيجي نفسي ما عصب ما سلسلة عصبية هاي بيجني عشان عصب مش إيكي حطوا دواز دي كش وان عصب وعرقلة كذا طريقة ويدا إيشون شتى منطقة ونفسي إيكي حطوا دواز دي قصد فقرات أدي ما أنا فقرات إيكي حطوا دواز حطوا دواز دي بيجتة عصب شو يريد أركب المني هر عصبك جوان وما نتشت منطقة كي أوديت كتن تخطيط كتن أو منطقة وكي أو عصب بيروتيتن هندي او عصبي بيتا خوري تشي عردك عرقله كتبيري او منطقه ديشتن احتمال خود البنزكي ديشتن دي نوف مليشن قالك او بيقول بيان بحث يقولون بكين دي بيشتن اش البر ملي تدخل نوف ملي تكون حيين يا هو ضغطك كفته سر عصبي او عصبات تدخل نوف ملي بيجي نفسي عصبي يجبر دي نوف ملتش سحبات يود فيرا ام دي بحث ابو ما قلتي ابو كو ام نشم بين جور طبعا ابو نشم بين جور او حالتك مستعجله نوبت نسخي بيلي لما حواليك دو ريفيك باريزي تشكو احتمال تو فيك ريفيك تي دو ريفيك جبري بس ابا هكا ما قلت ريفيك برين ابا تستنى نوع سيدا وان بيجيني اواكو خين جينيتي يعني خين نويتا بالريفيك او خاو ريفيك بيج بو فيتو في ببري بس اواكو ام بيجي نوش تا جور تو مجبوري فيك بري بيتا حد عندك خينيتي وان خين دار كابتن يعني خين نايدي جي مشكله او خين دار كابتن جي مشكله هردو ان جارا دا مرف زونتن كو فتق هند جرات اشتكي بسيطه هند جرات اشتكي قال لك ما ظن احتمال تو محتاجي فتح بطن بمن بخوف فتقه تشيكري الفتقه بن حو يعني نزكي حوض ده من باكري ريفيكوتي ده كون يعني ب التهاب جرتي احتمال لا يعني يا جرتي يعني نان هندي حصرون دي يعني دست فيجا تويري ده هاتي في صوتي بمعنى يود جهي عمليات ومدو من اديتي يعني أبا حتى هاي بقى ما سر بشت حتى وظفر يبا وضع خوي بره بجاري قدي هاي كربة وقتي ده هاد بيا احتمال شو لي نفس عادي يعني تأخير كرنا فتقة دي متى أجري مشكلة بس همي جوا نام بيجين همي يديني بس على قلب السيارة دي بو تشيلي اللي هي هندي والله ما هتشتاجور كني نبغاك جارك أنا تشجور
تجاره كل جندي والعارضة كده فتقة ذلك هذا نشوف. دكتور فتق على الدف خلكمة تقريبا سهلة بس بشكل كيف تبين إطار الشهر ماذا احتمال هاي؟ همي جا فيش فلان كاس فتقوية. يعني احتمال هاي برفي أفها أبجد شو ودي السبب تده بوش بشهر ما كنا يعني هم بتربو بينا. ما نقول ده حفتي بينش صديش منطقة اللي بهيدات بالمنطقة حوضية ويرج جهد أسنبي يعني نزك بمعنى بنية شهر كذا إيج ببينت أو نزون ده بتشيا. هكا بخدش تاكي اي شكا وكي هر اي شكا دي احتمالا بس التشكو جورا ساكينا زيتر احتمالنا بتا ضرر من النوع طبعا حفتي بين صادي بوشويري تشد بي مقوطة ده عندك او ديتين او مانا بمعنى قن ماناش سريش كليوتين اخاري تشنا جي خدا جي خدا بني او كنك مين نفاكري جبار هندي حفتي بين صادي بوري تشد بن احتمالا الهر دورا خود تشد بن بس بارب تري عالم شرم كاتن چكو بش چابي ميگي از فتقابو ميچي خو احتمال الناف كي جيبت چكو اول سريدا نسويات دكتور احتمال هج اردك دي بيت بتر شرم بكاش برهندكو ويج چاره سرنا مثلا هبه يعني السحبات يتند دا كو هجي گدي فتق راسه ميريت تبيره نشرت هر اردكي يعني عندك نوعيتها طنشتره هذه الطنشته دي بيدو عندك انواعتين ما يتهم الداخلي ايش تمام كم جشن انواع اوديا نسعكي هيك المعده ما كيد معده بينت بيقولك تخب جايكي فتقه معده التعدي اوديا كيف فجنا قد باش تشفط معده هيجتك احتمال جبال بس اواكو معده جي حجاب حاجز هيدي كوم بده يشتتي ده قالك يعني احتمال مبخوت عملي كرين قال جماعه الدهوكي يعني فتقه بجهازي طبعا فتقه يا شو مع يا سركتي ايش زكي يا شو سينجيده دجاره قدي نفسي مال أودي نفسي بنصب الله دي مين يا خارج دوير الدري وش مشكلة يعني يعني دي مشكلة حال بس هندك تهين علامات الجلد تشتي دي تهين دموه يدر كفت أتشتي بسيط كفتقة احتمال موضوع يقولون الجلد احتمال موضوع إمساك الزكي وين أدر كفتا خاصة في الدان عمره بحسواب كان أو جلك قبض وأبونا جبرنا ده تأكيد كان هم يجوا بلا فيق يم الشابت بلا فشتة هذه الزفر يا بنصب الله تأولي أو بيجن لاي ستايل خوي حياتي بدل كي يعني دائف مشكلة آخر بده تشينا من شو تو عصبي باحتمال الزغطك دي زيادة بدي بده بعيدة بدي يعني قالك احتمال أم دوغزة سبب قوتن دوغزة سبب بديها بن أم نظن هندك شوانا احتمال حشتش صادي نوف صادي هار أم نظن أسباب تشينا بلا دكتور دكتور أم بهن سر ولو موي برنامه معي كيمي موي أم بهن سر نوعا احتمال هاي احتمال جورت فتقي چندن بلا چند بابتن بلا چند جور هكي تبسي خلاصنا كيري بيت بشي خلاص كي جورا مدس بكي ما نوعية سيبو بجني فتقة مختنق شنية ديش ما نوعي دي أبيت كو علاقات بعراضة بهين فتقة مختنق أبيا بكي مقوتتا خيناش تقال خيناش تناسق دي چبينتن يعني ده ولا إيد علامات انسداد هكا ريفيكا بيجيك شو بتاتي ده احتمال دلي ورابطا هكا ريفيكا مازن شو بتاتي ده قبز بتا واحتمال جي حرارة طوي فرق الجليدي دي تجارة حرارة شهر دوكا بلن نابن بس بير حرارة بلد بالدليل هندي كو التهابات ده شو بيزيترين وقته بعلاج كي هاي بالنسبة دي هكا بحس كاين يد كو علاقات علامات باين أما أمشين فتقي وكيدي نوع كيدي يعني بيجي عندك أنواع ديتين حسب منطقة اللي بهيداد بن هم بيجيني اناتوميكال بوزيشن او منطقة اللي بهيداد بتن هم تقسيم كنا انواع ايك شوانا او ما قلت فتقة يعني منطقة حوضية حشتي بينش صادي برابتري يال وي منطقة بهيدا مش همي انواع فتقة هيك فتق صاد صادي بن حشتي بينش صادي هم وي المنطقين احتمالا بوزيش حتى بيستش صادي الهر دور اخويتين احتمالا يا جنكوب بوزيش صادي منطقة يا بن أودي دا بن بجني في مورال أو منطقة كود بن حوضي جدا جالك حتى تتسر تشوكي يعني تشوكي كو بجني راني كتسر راني أو بارابتر يهجن كايان بجني يعني أفجي أسباب تخود مختلفة يعني تشكو نوعي تشريحي يعني بجني أناتوميكال ظلامي فرقش أناتوميا مثلا يهجن كي وقت تشريحيا سحكي هذا فرق الشيء دي احتمالا ام بيجن او فتقات تسر راني جالك يوكي بده في ظلمة بس ده بيجن قالك او مش شيء هناك توي كي بيني نادرا تبيني كو ابيا ظلامي بد بس جالك دي بيني يوجن كي تشكو او علاقته بوزيشن ان جي بيجن انتم اناتوميكال بوزيشن ومنطقه بهم ابا عند بيجن كلمه ما ياكو يا شا ام بيجن انغوانيال هيرني انغوانيال ان منطقه حوضي فتقل ويريتش البتن او جي ما هي مباشر وغير مباشر مباشر كشكر بارابتري ابيتكو زكا
وضغطه كيت كاتن بس كيس كينا بوينا مجرد اف اف كيس ام بحس كينا بتكيف ده سر ابدي نكوت في كوني كم بتشي جاو زحمته هكم جيش نانو عادي بتر تصيرة وبتر فيديو ديزاني افاكيشكا افاك الضغط الزكي عام بتن او نوعي مباشر ديتن ساكي ابا هكا تساكي او جروف رامانا برافو تصويري بني تصويري بني او جروفر او دليلك وابا مباشره ايكاديو هاي وكي اوديت تاخوري وكي كيسه كي تتاخوري بيش غير او غير مباشره بيت امزوني اول كي بيت شبت اول كي ابي جالك مهمش برهند من نوع بحس كين افاكو دريش تاخوري برابط العمري بيتشكين افاكو وصف هيدات بتن او كو كي جروفر كي برابط العمري اتمازن يودي فتقا يقول قالك جيت بت او حجاب الحاجز ام بيجني وكي مع ايدات شتا سكه ما بين هاردو كوريفيك رياتي بله معنا تمام طبقك هاي نو بين هاردو كو مفصل كتن مفصل كتن لا يعني دليه وابدي خرجك فصل كتن احتمال بيري كونك دي بت النتيجه شي نتيجه احتمال دعمك شي بت النتيجه ضعفك وخلقيته ضابط النتيجه المهم اهل السبب جهبه او معيده دي برتكو معيده احتمال جسمي معيده معيده بتنزكي حجاب حاجز طبعا او تشتهت اذا يدي مين مستمر معيده بتشتن حلنا بد مشكله احتمال دي بتسبب هنديكو همي قوا يعني وكبجن غازات او تشتا بتشكو معيده درست شو لخنوكات او بار سوج ديت انا علامات تكون معيده خر بوشي يعني جالك مع علاج جدا ابد استجابه نقيه حتى تنظري بوش هم بيجي نظر جالك مهمة تشكو همي قبا نأبه هما إيكي علامات معيدي هبن شرطك وش معيدي بت احتمال أبا فتقى حجاب الحاجز لوا ولا تتهاب فتقى دي جالك مهم أم بيجني فتقى جالك بيداد بدن فتقى سراوية أن فرق فتقى نافكي أبا نافكي أبا جي أبا كنتينة أنواع ده تفاصيل هذه بتر ورقيري دكتور ناف فتقو ناف كي بس دف بيجي كده وانت ما زنا جي كده بيجا أهم الفيرد ومصطلحين مختلفتين هاي كان بيجين فتقو كلمة ناف كان بيجين أبا برا بتر ده بيجي كايا أفتقا بيجين دارو بري ناف كي أبي ما زنا يا بس نشرتش شو احتمال أبي هاي بيجي كيا هما يلقال ما هما أبي هو صامي أبي يا بس هكذا أبي دي أبي تكو نسبة بك خلقي بتن يعني نكوش أو لا كون كما بتذكري احتمال دي دور بالنا البي دور بالي توضع فك كده ذكرك انا بورب تري ديال مازنه ايتان يادي فتقك وما قلت انت بتشوف ما في انواع عرض شين فتقه جراحيه بس سبب جراحه شني سايبت يا جراح بخبتان شي يبوليه بتكون هذا الفتقه تدي خطانشتي يعني كليه ويا راكري ان كليه ويا زرع كلي دي بين فتق البيري ذلك مهم تو سبب سببي رئيسي نمعنا بيجي نمعنا بيجي السبب الرئيسي يعني جراح بمسؤول لا نعم عندك احتمال التهاب وشيبوي احتمال نوعي أو دزية نويلوني بيدري نايلو بطن أو خبار دو بطن يعني نها أركسك بشتمان فتقة جراحي بيكي وشيبوي يعني رأسا تم بيجي مباشر بناصر جراحينا نعم نشرته احتمال عندك أسباب دينا ينات متعلق بجراحي خربة يعني بالمروف نها ما ايكي التهاب كت احتمال نزيكي يا وجهه وكذا جل وراء بيتن بيجي سبب مسألة مسألة وبرا بتريجي هندك أنواع دي فتقا تانا بيجني فتقا بانطالون طيب مثلا دي بحس فتقا ودي كان أبا أمجلك شاعر بحس كان أو أنك حافظي دي بيني هاردو كتنا بيتهاتين هاردو نبيتهاتين فتقا مباشر وغير مباشر بيريجي يا ضعيفة بيريجي يا هوت يا خاري أبي يقف كيف تشكي أبو زحمة أبي تفيري جب قوات بيخي وبي كيسكي جراكي أو بيشكي أبو جراحي مختلفة وإلا أبو نساخي نفس الشيء أو تشي فارقية ناكتان يا دي جاوما قلت أول داف جنكي قالك بيدا بن فتقا كوت كيف تسر راني أو جي قالك الشعب جنة في مورال هيرنيا يا دي يوم عيدايا وقال هند جرا تصوريت كي هندك منطقة تشد بالنفع عضالي ده فتق نفع عضالي ده عضالي ده يعني دي بيني نات وان أبدي أدهات يا نزكي خلولة يعني هم نفع ظل دهاتي نفع ظل هذا جيالك يا بزحمة تتشخيص كي إلا ترانينا كي بجري حتى تبقى يا تشخيص دكتور دمو هيك خولك يون دخولك يعني أخفتنا تايا دمو هيك قد چه بيت شنك مو برنامه تقريبا دمو هيك هات يعني سروي باباتي هم دي باباتي دريجي بيدين إن شاء الله بس با بان دخولك هاتا هكرتت زاني فيت أم أولي زانين ناتشتكي قالك مازنة دي خراب بتن هندي أولي تبي بحسية
بسيارة دكتوري بيا مراجع بيا هر دفع بينا بدن سونا رك دقيرة تشخيص كتا تا فحص كتا ها أن تنين أنا خو هلا ليبيا هندي ولا هذيك بيشتنا بقى عمري من ده صالبو والمن عباز بمسيه شو شل صاج يش دارمن يعني نم عنا احتمال هيك هاي جي دي الجلب تحطت مرزي تشارج لنا يتن احتمال هيك إيك جاري ديته ديت مشكلة كمعظم سريع قصدي من تو محاول بيا هر تشتكي شيء بو نبش جوا بابجة چکو او ضریبات دی وکی خودینه که ریبی بیتت ده او ریبی کا ته پیج بتن او ضریبه گله کومزنه بو تجی بو دکتوریش توجدی بهدلی دی دکتوری گل خو بهدلینی محاله که تشتک هبت بسیار که یعنی شرم تدان نفتخ شهم وکی ایشت بسیطه و یت او دی هکتو او لیپ بحسید مازن بدن هکرتا گله تاخیر کر محاله که مراجعه خو که استایل خو بدل که ضعیف ام دهر بیج ضعیف بس احتمال أهم همي احتمال أبو زحمات بدن في وقتي في بطالية في أودي بتشكر نشتي أودي بس هرد ما هي بتقول خبده الصحة تقو شكو هكا أم بحسي قلبي بكنك وإيش أسباب يت فتقية يعني نبس أسباب هم أبو أسباب همي تشتاي هكا توي بدل كي توي خرطش طبيعي كي جمر محاولة بكتن ستايل خوب شيء بدل كتن مراجع خوب كتن محاولة كتن تشتي مسؤولية بوارجرا نبي جمانة ما أزمه كاس شو من احتمال كاش مع مال خونينا أولا ويكيد أخوي مال كي احتمال لا بتشتد من نفس تج حق سرته نه حق سرته يعني نبجا بأزم والله كاس شو له منينا نفس حق خدي تعالى ما نذا قدافته شو تو إيكي عيالك بريبات بي أباجي نفس الدستة ده أمانة بريبات بي نبي تو إهماله صحة خوب كي احتمال أباجي نادرز بتن اتشتت بابي گنه هدا دكتور فوزي تحسين تبع بندر نشتري گشتي خود اشتا رازي بيت ان شاء الله بس احمد بده چيكت بيره بل بينات عزيز هكي خود حس كتن بردامي دينا في بابتها كو فتقة چونكو ما بس اسباب ده گوتن نشانو جورتوي ما دست نشان كرم رون كرن چاره سری و احتمال های گلک تشدید سلفتقه خلاکت به ده که خود حس کرد ده خاص و سلامتی با همیت که انشاءالله بمینن به چاوتری خدای مزنده